تاخدنا على فين يا خزوز؟ انا بقى بوديك اكتر مكان حلو فيكي في مصر. اه ده مكان النخبه، مش هي رجله دخلها هنا، خد بالك. نخبه ايه يا الخميس ده؟ دي حته لبش، ده ممكن الحكومه تكبس علينا في اي لحظه. الحكومه تكبس علينا احنا؟ خليها تكبس يا ابني، ده احنا اللي بنكبس. كمل لي بقى حوار شو. شو دي كانت سمعتها باب طين، وبقدرة قادر كلت دماغ المعلم وهوسته الدلحة. بس جوازته منها كانت بامر المعلمة ضوية. وانا لما سألت الحاجة ضوية قالت لي انها كانت جوازة مصلحة وقضيت، انما الخال شبط فيها ضربة قطمت. سلام عليكم يا رجالة، زي ما انتوا زي ما انتوا. اقعد راجع. ضربة قطمت وسط النوح. كانت رد على لعبة البيت لما خد غصب وبتراب الفلوس. طب ايه علاقة النوح بشوق؟ ما هي شوق كانت اصلا بتاعت النوح، كان داير وراها في الافراح. هي كانت صحيح رقاصة درجة تالتة غازية يعني، بس كانت بمية رقاصة. وفي يوم كان في فرح كبير في الحتة يخص واحد من حبايب الكل. بجاشي كان في توت الفرح وحامل فرقة، وجه المعلم النوح وقام بالواجب على الآخر عشان كانت شوق هي اللي بترقص. وبإشارة من معلمة ضاوية قام الخال وقام بالواجب هو كمان. شوق بقت بين الاتنين مستنية لرش أكتر، ومن يومها بقت زي النداهة اللي جذبته. والمعلمة ضاوية معرفتش تفك الشفرة. أزبابة مين؟ سلامة يا فندينا، عورت مكانك. اعرفك على احلى الطيور. الزبابه هنا. مكانك يا فندينا. اوف وش هنا اهو، هنا اهو الزبابه الملعونه. تلالم وقفات في تلالالالام على الزجاجه. تلا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 ل
بطارة. ايوه تمتم وطارة. بقول لك مكان النخبة. نورت مكانك يا فندين. هش هش. نورت مكانك يا فندين. دلع السلام. السلام عليكم. فكر زي ما انت رجال زي ما انت زي ما انت. والله ليك وحش يا زوز. قمر يا فندينا. هات ايدك وخدها. حاضر. يا زبابة. ايوه يا فندينا. بس على الرجاله ورصدنا حجرين. انت لسه زي ما انت يا متوفي. بس على الرجاله ورصدنا حجرين. بخيركم يا رجاله. سهره عنب ومزاج عالي. اقعد يا بدران. انت عارف الحته اللي طلعتها دي فيها قد ايه؟ ده احنا مصدقنا طلعناك. صدقني ايه؟ وانت فاكر ده حشيش؟ امال ايه؟ ده عجوه. سالفين يا فندم. مساء العجوه. شكرا يا ذبابه. بس البنت شودي طلعت حكايه. طلعت بنت مطفلحه. مطفلحه؟ اه مطفلحه. مطفلحه يعني معقده. يعني حاجه كده يعني. اديك سمعت الحدوته كلها. خليك بقى معايا في الحدوته بتاعتي انا. اعمل ايه في البلوى اللي جابتها لي البت اياها؟ اه سعاد. عليك مشكله بجد يا خميس. مش عارف اعمل ايه. قال ايه هبقى اب لعيل في الحرام؟ ده انا ما ينفعش ابقى اب في الحلال. طب وانت عيبك ايه انك تبقى اب في الحلال؟ بقى مرت ايه؟ سيب لي الموضوع ده ما تشغلش بالك بيه. هتعمل ايه؟ مالكش فيه بقى واكله وبحلاه. انا بس اللي مستغرب له ازاي امي امنت لواحده زي دي في بيتها؟ من امتى ضاويه بتربي حيه في حجرها؟ انت شاغل نفسك بيها ليه؟ خميس اوعى تكون انت مجنون يا ابني ولا ايه؟ دي مرات الخيال. وكمان ما اقدرش اخون رمانه. نعم. امال البنات ام ساميه دول ايه؟ لا 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 دلون ودلون. دول حاجات كده للقعدة والسهرة نضيفة. تخلص تروح نضيف نضيف. تخلص وتروح ايه؟ نضيف نضيف. اه حاجة كده يعني ايه؟ مكملات غذائية. نعم. اللي هو ال عصير ملكات النحل. حسبي الله ونعم الوكيل. يلا
هم فوقها دول. وشك في الحيط وارفع ايدك فوق. وشك في الحيط وارفع ايدك. ايدك فوق كده. ايوه. يلا 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 جنبه يا جنبه يا ارفع ايدك فوق يا. يلا وشك في الحيط. يلا ارفع ايدك فوق. يلا البلد باظت والايام ما بقاش فيها بركه والناس ناس ما بقاش يا اخويا نفوسهم بقت وحشه الكل بقى بياكل في بعضه وتلم العاطل على الباطل وتلخبط الحابل بالنابل دنيا بقت سلطه على الاخر. انت جايبني عشان تفكني ولا عشان تنكد على اهلي؟ اتقل انت بس اتقل. دورك جاي ما تقلقش. اتقل. احنا كنا بنقول ليه يا اولاد ولا وصلنا لحد فين؟ السلطه يا معلم. ايوه. تروح بقى فارك ايدك برشه كزبره وبصلايه ومخرط. معلمي. ايه؟ مش ده الحوار. امال ايه الحوار؟ اختلط الحابل بالنابل. امال احنا ايه اللي دخلنا المطبخ؟ عارف كل ده ليه يا بجاشي؟ ليه؟ من البلاوي اللي طلعوا لنا فيها الايام دي. ايش نص احمر على ايش نص ابيض على ربع جرام ونص جرام على ايش ترامادول. والعياذ بالله. الحاجات دي بتبوظ كيمياء ربنا اللي خلقها جوه الانسان. يعني الانسان ياخد كيمياء يضر بيها جسمه، معقولة البني آدم يضر نفسه؟ معقولة؟ ماله الحشيش؟ ماله الحشيش؟ ماله؟ طب أنت بالذات عمرك سمعت عن محشش قتل؟ لا. سرق؟ لا. ثبت ناس في الشارع؟ لا. بلاش دي. عمرك أنت سمعت عن محشش قدر واحد ولا حتى كشر في وش واحد؟ لا. أنت سامعني؟ لا. التعبيرة دي جامدة أوي يا رجالة. إيه ده؟ طب أنتوا عمركم سمعتوا عن محشش اتحرش بواحدة؟ عمرنا. طب عمرك أنت سمعت عن محشش واحد في الأرض استوطى مع البت بتاعته وبعد ما لمؤاخذة سلبها أعز ما تملك؟ خميس. ما انت سامعني اهو. حلو يا معلمي. هو عمال يقول لك لا. ايوه ايوه. ومش هو اللي بيقول ده، مخلي نفر جوه بيتكلم بدانه. اطلع يا. حلو يا معلمي. ادي اللي خدناه بالبلاوي دي يا سيدي. طب انا بقالي 21 سنه. واحد وعشرين سنة بحشش يوميتي يا رب صبح وليل. اسأل العيال اهو. ايوه. وعمري يا اخويا ما ادمنتوش. لا عمري ما اتحرشت بواحدة. الله يخرب بيوتهم. خلوا الدنيا ملهاش طعم وقالوا لنا المزاج. شد يا بدران، خد الجوزة وشد بس اوعى اتحرش بيها. ايوه ايوه. اسد اسد. هو ماله؟ هو مين؟ بدران. هو جاي رايح وجاي. الكلمتين اللي قالتهم للبت سعاد عروني قدام نفسي. عرفت من روحي يا اخي من اللي انا عايش فيه. هو انا وحش قوي كده يا خميس؟ خميس 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 اصحى. هو انا وحش قوي كده؟ مصيبه يا بدران لا يكون ضميرك صحي كده يا ابني. شغلنا هيقف ومصالحنا هتتعطل. انت حلو يا حبيبي، انت حلو وجميل جميل قوي. مش هو حلو؟ هو مين؟ النهار ازرق على الدماغ الخفيفه واحنا لسه ابتدينا. لا يا دوب خمس ست اطقم اللي شربناهم.
الرجاله راحت فين؟ على الوصول. يجوا بالسلامة، يجوا بالسلامة يا بغاشي. هو أنت بتخلينا نضرب في أي وقت كده؟ يا ابني دماغي طلبت، والدماغ وقت ما تطلب لازم تلبي الندى، لا تطير منك وتفك. اه واحنا راس مالنا ايه؟ دماغنا. بالك لو الحكومة تعرف قيمة الدماغ كانت فكتها علينا شوية وسهلتها وكيفت شعبها وريحت نفسها. لكن تقول لي مين؟ محدش بيسمع، كله بيتكلم 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 وفي الاخر كله شمال. ايوه كده، ازم ازم يا كبير واصطبح. الرجاله جم في السكه. وصلوا بالسلامه ان شاء الله. وصلتك الامانه يا بجوشك؟ طمنت على اصوات؟ انت خيرك ما غرقنا يا باشا، بس في حاجه صغننه قد كده. خد بالك الصغنن ده بيبقى طعم ودمه خفيف ومصيره يكبر ويبقى اكبر منك كمان. ايه خير؟ عندك انت كمان مشكله ولا واحد عايز تديها استماره سته زي حبيبنا اللي ضميره صحي؟ يعني يا باشا والحمد لله ضميرنا مرتاح الراحة الأبدية. أهو ده الكلام، سامع يا متر؟ بقال الله يا حبيبي. هاتك الباقي. ده على آخر الأحزان إن شاء الله. ممكن أكشف حاجة وحشة. هو خد الشر وراح. هو مين؟ المرحوم. هو أنا مت؟ آه. يعني ما حدش قال لي. ايه الاخبار؟ هقول كده ولا فخنا لوحدينا انا وانت؟ قول عادي. بدران ده في مقام ابن اختي. ابن اختك؟ الصغيره ولا الكبيره؟ المتوسطه. اه يا ابن المتوسطه. ايه العباره؟ ست شهور. مالها؟ تتقص عن يخصك وبتنكش وراك كبير. اه صحيح، الست شهور بتروح لست بتاع الدجل وشعوذه ساكنه في البيت اللي قصاد مكتبي على طول. مره شفت معاها الست كرامه بس نسيت اقول لك. مش دخل ده في كلام بجاش يا متر. لا ما هو من كام يوم شفت عند الست دي مطره مرات براء النوح. مطره مرات براء النوح.